أنا اسمي محمد وهدان، أنا طالب بكلية الهندسة المعمارية جامعة الأزهر، وكذلك أحد الخريجين بمبادرة من الجامعة للعمل الجولة الثامنة. تجربتي في يو تي دبليو كانت تجربة ثرية وغنية للغاية ومختلفة عن بقية أي تدريب آخر كنت التحقت به من قبل، وأضافت لي الكثير على المستوى المهني والأكاديمي، وهي كانت ثرية من أكثر من جانب، يعني على مستوى المحتوى فهو محتوى مختلف، ويعني عوض نقص عن أي حاجة درستها في الجامعة دراسة التقليدية. أيضا اهتمامهم بجوانب أخرى غير الجوانب الأكاديمية، إحنا كان عندنا غير الجوانب التكنيك كان عندنا كان سوفت سكيلز، وكذلك كان عندنا ساعات مجتمعية ومشاركات ثرية في المجتمع على الأرض، وأيضا ثرية على مستوى المشاركين. هذه المبادرة بتضم طلبة يصل عددهم قرابة 500 طالب من أكثر من 15 جامعة خاصة أو حكومية أو حتى معاهد من أكثر من محافظة. هذا الثراء أن نعمل سويا في فريق عمل واحد، أن نتعلم أشياء جديدة ربما لم نتعلمها في الجامعة، فهذا كله يعني شيء يحسب ليو تي دبليو. وأشجع حتى باقي زملائنا من طلبة كلية الهندسة أن هم ينضموا لها في الجولات القادمة.